كنا دايما نخاف وعندنا كان دول يصير حرب وهيك شيء. كانوا ياخذوا غصب عنا نرجع. هاي اخواتي هذول غصب عنا يروح. ما في لا مصاري ولا شيء. كنا كويسين مع بعض ولا خير. وكل واحد عم يطرح. في عندي كان العاب هيك شيء. هاي بحبهم كثير. كنت حابب اجيبهم معي. قالوا انه بدكم تمشوا كثير. تعبوا بتكبوا. يا أنا عم بفكر إيش بده يصير معنا. بدنا نموت ونوصي الله ليالي. وانا ما لا بنفهم اللغه ولا هلا انا مشتاق لرفقاتي بسوق. ما عم بدنا نسوي صداقه. Thank you.